بديل الله نظام، والناس تشتكي من مسألة الفوضى والعشوائية والحاجات اللي بنقولها. احنا عايزين رئيس حقيقي، مش قائد ملهم ولا ده اللي نوع، وانه هو يهد المؤسسات لا، ده هو ابن هذه المؤسسات وما يقعدش فوريفر، ما يقعدش الى ما لا نهايه. رئيس ينتخب لمدتين غير قابلتين للتمديد. وياما الناس كانت بتقول انه لو كان القانون فضل ومبارك مشي في 93 كان ممكن شكل البلد اتغير وبقى حاجه ثانيه، لكن اللي يقعد اي حد يقعد 20 سنه ولا 30 سنه على الكرسي ويا ريت هو لوحده، ده واحد والوزراء بتوعه والناس اللي معاه واولاد بقى ودخلنا والعيال والاحفاد ولا يعني انا الحقيقه يعني بأكد انه الدكتور عمرو فعلا يعني اهتمامه بوجود القائد او النظام الرئاسي ده، حتى في تحليلك لثوره 25 يناير قلت انه احنا ما عندنا غلطتنا ان احنا ما اخترناش على الفور صحيح شخص شخص بصفة مؤقتة بالظبط يتعامل حتى مع المجلس العسكري كده، ان القوى السياسية لم تجتمع على شخص معين، وحضرتك ذكرت ان الشخص ده كان ممكن يكون الدكتور البرادعي ممكن يعترض على ده ناس كتير. ما صح، لانه ما هو دليل انه الاعتراض ده كان موجود انه ما تمش توافق ساعتها على الدكتور البرادعي، لكن انا اقصد الفكره انا كنا ممكن نقبل اي اسم الناس تتوافق عليه. انا ممكن يبقى عندي مبررات انه ارى المرحله الانتقاليه دي عايزه مدير مش زعيم برضه ولا قائد منتخب. احنا عايزين مرحله التحول الديمقراطي دي في اي مجتمع من المجتمعات هي مرحله مرت بيها كتير من المجتمعات وكان محتاجه فيها الاداره الجيده، لانه ما بيبقاش فيها رئيس منتخب. احنا بنمهد الطريق، بنضع الاساس لكي ننتخب بعد سنه حكومه ورئيس وبرلمان. للأسف الشديد إدارتنا للمرحلة الانتقالية كانت إدارة سيئة، وجزء منها من مسؤوليتها المجلس العسكري مسؤول طبعا عن أشياء كثيرة، ولكن كمان مسؤولية القوى السياسية يوم 11 فبراير عن غياب التوافق. أنا اجتهادي فلان، لكن لو في آخرين والقوى السياسية توافقت على علان أنا ما عنديش مشكلة، هو المهم أنه يبقى في توافق على شخص للتشارك أو للشراكة مع المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية. ويمكن دي هي المشكلة اللي بتواجهنا لغاية هذه اللحظة. يعني احنا شفنا امبارح أو أول امبارح 7 من مرشحي الرئاسة اجتمعوا مع بعض علشان إن هم يتقدموا بتصور معين أو بتقرير معين ووقعوا عليه للمجلس العسكري. كان اجتمعوا من 6 أشهر بس. يا ريتهم اجتمعوا من 6 أشهر بس، هل هنصل بنتيجة لذلك طالما هناك والله نأمل أكثر من صوت؟ يعني نأمل، لكن خلاص لأنه اللي حصل حصل، فإحنا لازم بنتعامل في إطار تحسين الأوضاع اللي أنا اللي هي فيها مشاكل أو الأوضاع السيئة اللي ممكن تبقى موجودة حاليا، إن إحنا نأكد على موضوع الأمن، على إصلاحات في القضاء، على في إصلاحات في الداخلية، على إصلاح المؤسسات اللي بنقول عليها. كل الإصلاحات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي لابد أن يتقدم بها ناس، يعني جهة ما سواء شخص أو جهة، ولابد أن يشرف على تنفيذها ناس معينة. مين هم بقى؟ ما دلوقتي الطاسة ضايعة زي ما بيقولوا. مين اللي هيقول اعملوا؟ عايزين نعمل اصلاحات. حضرتك بتنادي بان الاصلاحات تكون جذريه، ما تكونش ما اقولش انا هعيد هيكله الداخليه او هعيد هيكله التعليم او ان لابد من انسف وزارتك القديمه او نظامك القديم. بالظبط. ازاي ده ممكن يحصل يا دكتور؟ ما هو ده ممكن لو نسفنا هتسقط كل فاهم المؤسسات. يعني الاصلاح لا، الاصلاح الجذري من وجهه نظري مش نسف. نسف ده معناها ان انا بحل الدوله، ده نموذج انا رايي مش معاه خالص. وده حصل اللي هو بقى ممكن بمناسبه الامثله التاريخيه نقول بقى الثوره الفرنسيه حصل فيها، بس حصل في 1789 هدم الدوله، الثوره الشيوعيه في روسيا. لكن التجارب اللي هي اللي حصل فيها هدم تفكيك كامل لمؤسسات الدولة، الثورة الإيرانية، العراق مع الغزو الأمريكي، ليبيا لأنه ما كانش فيه دولة، القذافي كان أصلا عامل مسخرة، فأنت بقى يعني حتى فيش إيه، ده الجيش الثوري بتاعه اتقسم بعد 3 أيام، يعني اللي هو بيقول الجيش اللي بيوديه فين وبيورطه في مصايب سوداء. فدي لكن تونس، مصر دي بلاد فيها مؤسسات دولة حتى لو كانت بتعاني، فالمطلوب إصلاح جذري. إن أنا اللي حصل إنك بتغيري طقم القيادات الكبرى العليا الصف الأول في هذه المؤسسات، ثم تبدأي في إصلاحات وإنك تقدمي أجيال جديدة من جيل الوسط ومن الأجيال الشابة، وبالذات في موضوع وزارة الداخلية تبقى على قمة هذه الوزارات. لكن محدش بيقول إن أنا حاجة حل وزارة الداخلية، يعني مثلا في حاجات نعمل ايه؟ يعني مثلا انا هقول لحضرتك، اقول لحضرتك مثلا حاجه حصلت في جنوب افريقيا، لانه كل وزير بيجي بنلومه
طب هو ذنبه ايه؟ هو مفيش اراده سياسيه على فكره، مفيش اراده سياسيه ان احنا نوصل للاصلاحات بالجراحه. احنا الاراده بالمسكنات. ممكن يبقى هم يعني شايفين انه ده المرحله انتقاليه ونستنى بقى رئيس الجمهوريه والبرلمان ماشي. بس اللي عايز اقوله انه مثلا هقول لحضرتك حاجه، جنوب افريقيا في وزاره الداخليه على سبيل المثال، هم جم تخلصوا من الصف الاول، جم على القيادات الوسطى، بعضهم ارتكب اخطاء او جرائم لا ترتقي لمستوى القتل او الجرائم الجنائيه الكبرى، حاجات ضرب، حاجات بهذا الشكل. فكانوا بيجيبوهم في مساله فكره العداله الانتقاليه يعترفوا بهذه الاخطاء اللي ارتكبوها، وان اعترافهم ده كانوا بيقولوا للنظام الجديد الوسائل اللي كانوا بيخبوا فيها هذه الجرائم عن النيابه وعلى القضاء.